طبعا في البدايه بنبارك لمنتخبنا الوطني، منتخبنا الوطني النهارده اللي قدر يفوز 2-1 على منتخب الجابون تحت قياده كيروش. ما شاء الله منتخب مصر تحت قياده كيروش ماشي بخطى ثابته جدا منذ ان تولى القياده الفنيه لمنتخب مصر. النهارده في مكاسب كبيره برغم الاداء، يعني كان في تحفظ من بعض الجماهير على الاداء النهارده، لكن الحمد لله منتخبنا الوطني حسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية منذ الجولة السابقة كانت أمام أنجولا، لكن النهاردة كان في مكاسب كبيرة. المكاسب الكبيرة لو إحنا النهاردة عايزين نحط عنوان لمنتخب مصر تحت قيادة كروش ممكن نقول منتخب مصر للجميع. منتخب مصر أصبح منتخب للجميع، لكل لاعبي الدوري الممتاز وكل اللاعبين المحترفين. الجهاز الفني بيتابع كل اللعيبة في الدوري الممتاز. لو ابتدينا هنشوف عمر مرموش في ماتشين ليبيا. عمر مرموش واحد من اللاعبين اللي ما كناش بنسمع عنهم كتير في الكرة المصرية. عمر مرموش قدمه مستر كيروش وكان مكسب كبير في ماتشين ليبيا وقدر يعني يسجل هدف ونفوز وناخد 3 نقاط مهمين جدا في مشوارنا. كمان المباراة السابقة لما نشوف مروان حمدي لاعب سموحة النهارده بياخد فرصة كمان على حساب لعيبة كبيرة في منتخب مصر. النهارده في مباراة الجابون، المباراة اللي احنا خلاص ضمننا فيها بطاقة الصعود قبل المباراة، النهارده كان في فرص أيضا للاعبين جدد. لما نشوف النهارده مروان حمدي مرة تانية، لما نشوف أحمد ياسر ريان يعني برضه من العناصر الجيدة، لما نشوف أحمد ياسين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وهو مدافع البنك الأهلي. فالنهارده لو عايزين نحط عنوان نقول منتخب مصر للجميع. في العهد السابق او مع الجهاز السابق كنا بنشوف منتخب مصر حكر لمجموعه معينه بس من اللاعبين، والدليل على كده كان في لاعب اتوقف او لاعب ما شاركش لمده سنه من 12 شهر ديسمبر او شهر 12 لشهر 12 السنه اللي بعديها، قعد سنه بدون تدريبات بدون لعب مباريات رسميه. مع أول رجوعه شفناه في منتخب مصر وبيلعب وبيشارك. فعلشان كده النهاردة نقدر نقول في عدالة كاملة مع منتخب مصر، مع مستر كيروش اللي بيتيح الفرصة للجميع. ده شيء جيد، شيء بيكون حافز لكل اللعيبة اللي بتشارك مع أنديتها. كمان محمد الشناوي حارسنا الأمين، حارس منتخب مصر. محمد الشناوي كان حريص أن يكون في موجود في مباراة الزمالك. كان بيعمل علاجه الطبيعي بشكل مكثف. منتخب او النادي الاهلي امام الزمالك كانت مباراه مهمه للنادي الاهلي، كان حريص انه يكون موجود فيها، لكن برضه كان عنده اهداف اخرى، عايز يكون موجود في الملعب علشان يكون موجود في منتخب مصر. فعلشان كده محمد الشناوي كان موجود في مباراه انجولا ومباراه الجابون. هو ده الدافع اللي بيعمله كروش والتنافس اللي بيعمله بين كل اللعيبه. علشان تكون موجود في منتخب مصر لازم تكون موجود في ناديك أساسي وكمان بتأدي مستوى قوي مع ناديك عشان تكون موجود في منتخب مصر. كمان محمد كناريا لاعب لما تم استدعاه من سموح هو بيتابعه بشكل كبير جدا، بيقدم مستويات رائعة مع سموحة، فالنهاردة موجود مع منتخب مصر. فإذا منتخب مصر أصبح للجميع. الحاجة التانية الإيجابية لما نقعد نتفرج على الجولتين او الماتشين انجولا والجابون، وعايز اقف عند مستوى لاعبي النادي الاهلي. دايما في مقوله بتقول طول ما لعيبه النادي الاهلي كويسه وبخير دايما نطمن على منتخب مصر. المقوله دي شفناها في 2006 و2008 و2010 مع منتخبنا الوطني تحت قياده الكابتن حسن شحاته، وقتها 2007 كان ايضا مع البطوله العربيه. دلوقتي لما نرجع لمباراة أنجولا، لما نشوف 7 لعيبة من النادي الأهلي تم استدعائهم. ابتدى مستر كيروش ب5 لاعبين في التشكيلة الأساسية وقتها. شفنا محمد الشناوي، شفنا أكرم توفيق، أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد شريف. 5 لاعبين ابتدوا المباراة، مباراة أنجولا. ونزل حمدي فتحي، كان تغييرة مهمة جدا مع بداية الشوط الثاني. غيرت مجرى اللعب. وقدر منتخب مصر يعني يكون ليه سيطرة كبيرة على منتصف الملعب. فالنهاردة 6 لاعبين كانوا موجودين وأساسيين مع منتخب مصر في مباراة أنجولا.
لما نرجع النهارده لمباراه الجابون نشوف برضو خمس لاعبين النهارده من لاعبي النادي الاهلي موجودين اساسيين مع منتخب مصر: محمد الشناوي، حمدي فتحي، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، محمد شريف. خمس لاعبين برضو. فالنهارده بتتكلم على 50% او 60% من التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر من لاعبي النادي الاهلي. ده شيء جيد، شيء دايما يطمننا، او شيء بيثبت المقوله اللي بتقول طول ما النادي الاهلي بخير دايما منتخب مصر بخير. النهارده برضو من ضمن الايجابيات الكبيره محمد مجدي قفشه، وكانت كل الجماهير تتساءل فين محمد مجدي قفشه؟ الراجل ده بيقدم مستويات رائعه مع النادي الاهلي، غاب عن ماتشين ليبيا، غاب عن منتخب مصر مع انجولا، النهارده كان موجود، مستر كروش ابتدى بيه، النهارده قدم مستوى رائع، بيقدر النهارده يحرز هدف من ركله الجزاء، وكمان شارك في صناعه الهدف الثاني اللي كان عملها محمد صلاح ولاعب الجابون يعني حطها في نفسه.